السلام عليكم، معكم سلطان خليفة العلي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك رأس الخيمة الوطني. طبعا يسعدنا المشاركة في معرض التوظيف للنسخة 25. نحرص دائما على المشاركة في هذا المعارض، وذلك لسبب أن المعارض هذه تستقطب الكثير من المواطنين الباحثين عن العمل، ونأمل إن شاء الله أن نحن نحصل على أفضل الكفاءات الموجودة في السوق لتوفير فرص العمل لهم.